حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة، قال: حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتًا فقال: يهود تعذب في قبرها، وقال النضر: أخبرنا شعبة، حدثنا عون سمعت ابي سمعت البراء عن ابي ايوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم